السنغال يحتفل اليوم بالذكرى 75 للاستقلال، وتزامن الاحتفال بالعيد الوطني مع تنصيب الرئيس الجديد باسيرو جيوماي فاي، الذي ألقى بهذه المناسبة أول خطاب رسمي له كرئيس للبلاد، عبر فيه عن إرادته في التواصل مع الجميع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار، الأمر الضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وأجراء مشاورات واسعة مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني حول النظام السياسي والمؤسسات والقضاء، وإرساء حكم رشيد مبني على أخلاقيات المسؤولية والمحاسبة، واتخاذ إجراءات صارمة وسريعة من أجل كبح غلاء المعيشة. من دكار هذا تقرير مراسلنا إبراهيم الهريم. خطاب رسم الخطوط العريضة لمأموريته الرئاسية بشير جيوماي فاي كشف في خطابه للسنغاليين بمناسبة عيد الاستقلال عن عدد من الإجراءات التي سيدشن بها تسلمه للسلطة، وتمس هذه الإجراءات مجالات مختلفة، منها تخفيف أعباء المعيشة التي قال إنها أنهكت السنغاليين وينتظرون منه إيجاد حلول سريعة. كما طمأن الرئيس السنغالي الدول الصديقة والمستثمرين الأجانب حول التوجه العام لسياسته. لقد أظهر السنغاليون شجاعة كبيرة أمام غلاء المعيشة، لكنهم في ذات الوقت ينتظرون منا حلولا عاجلة، وهذا ما يثير اهتمامي بشكل كبير. خلال الأيام المقبلة سنتخذ إجراءات قوية بهذا الخصوص بعد أن أجري نقاشات مع المعنيين بهذا الشأن. خطاب الرئيس السنغالي والإجراءات التي أعلن عنها كان له صدى كبير لدى السنغاليين. يقول الدكتور شيخ ساجيبو وهو محلل سياسي سنغالي إن الخطاب يرقى إلى تطلعات السنغاليين ويستجيب لانتظاراتهم من الرئيس الشاب. هذا خطاب قطيعة، خطاب مجدد وينتظره الجميع حتى الناس في القرى. كان خطابا موحدا جامعا مكن السنغاليين من التعرف على رئيسهم، وهو في رأيي خطاب يوحد السنغال. جيوماي فاي يترأس زوال الخميس حفلا لرفع العلم بمناسبة عيد الاستقلال في السنغال، ليدشن بذلك ظهوره الأول في المناسبات الرسمية منذ تسلمه السلطة زوال الثلاثاء الماضي. إبراهيم الهريم، ميديا، داكار.